شكون؟ عمر. ادخل. السلام عليكم. السلام. قيمة عميك. يلا. تعشيت؟ الحمد لله تعشيت تعشيت. راجي غش بكراج وتوسيت. اللي غادي نجتمع الحزب. مطولنا. تجمعين 300 ومنها على سمعنا نجيبوا الباقي. فيهم بركة. يعطيك الصحة. حراك محيرني واش غادي بهدرة ما نفهمك ما نروح خليك على خير تصبح بخير ربي يسهل هذا انت شو تشوفه؟ اهلا بك سي مصطفى. اهلا اهلا اهلا. واش راك؟ لاباس؟ خير خير الحمد لله. هذا معاك سي مصطفى. اهلا فاطمه. اهلا بك سي مصطفى. فحله فاطمه فحله. بارك الله فيك. شبشوب احتاجك. عندي هدره معاك. نزيدوا شويه لقدام ونقصوا. قول لي سلامين. وانت واش درت في الصيف؟ تلقينا مع اخونا المناضلين. ايوه. وتلقيت سي فرحات عباس. ايوه. وبلغت له السلام. السلام نتاعك. وكلمته على قضيه التوحيد. ومسؤولين الاحزاب اتصلنا بهم الكل. كاينين اللي رحبوا بالفكره وكاينين اللي متردين. Lire le français. J'ai un peu appris à lire et à écrire. Je suis docteur en médecine. Tu vois ce papier? Regarde, les autorités ont écrit ici, pas de meeting à Constantine. Pas de meeting. Monsieur okay? le commissaire, cette réunion est légale et elle entre dans le cadre des activités de notre parti en prévision des prochaines élections. Interdit, pas de réunion, compris?
Comme vous pouvez le voir, les militants de notre parti nous attendent. J'espère qu'ils auront l'intelligence de ne pas commettre d'actes répréhensibles au regard de la loi. Silamine, que se passe-t-il ? Il se passe que l'autorité publique interdit tout rassemblement dans la ville de Constantine. Sachez, monsieur le commissaire, ici-bas, il n'y a d'autorité que celle de Dieu et celle du peuple. Oh, mais c'est pas possible! Alors, mais, et c'est maintenant qu'on me prévient! Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, maintenant? Je ne peux plus rien faire! Je dégage toute responsabilité! Mais d'accord, c'est pas possible! On lave le dispositif! Allez-y, on lave le dispositif! يعني الشاب صباح مصالي هو الرسول نتاع المحرومين الاب الروحي الرمز الحي نتاع الوطني وهو واعي بهذا الشيء واعي ويحب الترجمات كثير كما راك تشوف السلطه تاعو كزعيم ما فيها حتى نقاش يصدر يقرر كل التعيينات الخاصه بالاطارات المهمه في الحزب القرار تاعو هو اللي فوت الحاج مصالي ما هوش راجل تاع حزب برك يا سي العربي راهو رمز من رموز الثوابت الوطنية. عليهم استدعاء. درك نشوفو نعرفو، لكن قدرنا نفوتو في وسط هاد الحشود هادي. عالسلامة، مرحبا بك سي بن بلوي. ولما نحلل الوضع الصعب والغامض للحركة الوطنية، واش نوجد؟ نوجد ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول هما اللي يطلبوا بالاندماج والانتماء لفرنسا، يعني قابلين يكملوا يقعدوا فرنساويين. الاتجاه الثاني هما اللي يعملوا لتمثيل الشعب على طريق الانتخابات كاللي حنا عندنا ثقة في الانتخابات اللي تنظمها فرنسا. وما بين الأول والثاني إخواننا تاع جمعية العلماء، وهما المفروض أن يكونوا في تمثيل الجانب الروحي والثقافي للوطنية الجزائرية. والاتجاه الثالث، هما الشيوعيين، اللي طبقوا بالكلمة وبالحرف أوامر وتوجيهات موسكو. وما نتكلمش وما نطولش على الكلام على اللوبي الاستعماري، اللوبي كولونياليست، اللي مازال متشبكين في الفكرة بأن الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا، والجزائر تبقى فرنسوية حتى اليوم القيامة سبحان الله. والموقف الرابع، هو موقفنا بالنضال من أجل الاستقلال وتحرير هذا الشعب بإذن الله وبدون شروط. هذا هو اتجاه مصالي الحاج حتى للممات، حب من حب وكره من كره. هذو اللي دخلوا سي مصطفى بن بولعيد وسي ابراهيم حشاني مثل الحزب في بلادنا. سي بن بولعيد اتفضلوا، مرحبا بكم.
سي بن بولعيد، اعطينا اخبار لوراس. لوراس راه وماذا بك تتكلم بقلبك وتصافينا؟ سيدي الحاج، الشعب ماهوش مليح وما عادش يامن السياسه والنضال نتاعنا. والسؤال المطروح، هل احنا خدينا الطريق صحيحه ولا لا؟ الشعب تحقر، الشعب تحقر وتقاس حتى في كرامته، رجع ما يخاف من حتى شيء، مستعد لكل التضحيات. انا ما نضرش لك ان الشعب كما شعبنا احنا يرضى بهذا الدل ويرضى بهذه الحاله اللي راه فيها. يا ابنائي، في هذه عنكم الف حق، لابد نبني طريق صحيح خطوه بخطوه باه نوصل للهدف نتاعنا اللي هو